الو سعادة الملك، عندي ليك اخبار حلوة. يا ريت، انا محتاج اسمع اي حاجة حلوة. اهو سبيل التغيير. ما تقلقش، اللي جاي احلى. الزبون عندي ومش عايز اخلص معاه لحد سعادتك ما تشرف وتعايم بنفسك. قال لك حاجة؟ ده مش تخصصي، انا بس بتسلى معاه لحد سعادتك ما توصل. طيب كويس، استناني ساعتين بالكتير اخلص الشغل في ايدي واجيلك. ايوه يا فندم. الغي العمليه خالص وبدأنا المشيره. انت متاكد؟ ايوه، احنا هنتصرف معاها، سيبها خالص. تمام يا باشا. ملناش نصيب فيك يا حلو. مساء الخير. مساء النور. انا اسف، انا عارف ان انا جاي من غير ميعاد وفي البيت ومش في المكتب وكل حاجه غلط في غلط، بس انا بجد محتاج اتكلم معاكي في الموضوع اللي اتكلمنا فيه امبارح. اتفضل يا طارق باشا. شكرا. اتفضل. معقوله حضرتك جايبه لي الشاي بنفسك؟ طبعا، هو مش حضرتك ضيف عندي؟ ضيف ازاي بس؟ ده حضرتك عاملة لهم رعب في الجهاز. أنا بعد إذنك هحتفظ بالفنجان ده. ما يغلاش عليك. أنا آسف طبعًا، أنا مش قاصد أتدخل في حياتك الشخصية يعني، بس هو أنتِ متجوزة؟ لا. أمال ده إيه؟ أخويا وولاده. آه. كان عنده شركة استيراد وتصدير واتعثر شوية وحصل له كده حبة مشاكل وأنا بحاول أحلها له. مشاكل إيه خير؟ لا، مش عايزه ادوشك طبعا، كفايه المشاكل اللي عندك. لا يعني لو في حاجه اقدر اعملها يا ريت تقولي لي على طول. اوعدك ان انا لو احتجت حاجه هكلمك على طول. ماشي، نخش في الموضوع على طول. اه طبعا، يا ريت. احنا قررنا ناجل الكلام في موضوع تجاره السلاح ده خالص دلوقتي. يعني ايه؟ يعني احنا محتاجين الرائد سيف عبد الرحمن. الرائد سيف هو الوحيد اللي اتعامل بشكل مباشر مع المجرم اللي احنا بندور عليه، يعني لو تعرض لاتهام او تحقيق بغض النظر بقى عن براءته. مش هيتعاون معاكم. بالظبط، دي اقل حاجه ممكن تحصل يعني. ولو خد حكم بقى ولا اتسجن هنبقى يعني فقدنا الخيط الوحيد اللي عندنا. يعني اللي حضرتك بتطلبه مني دلوقتي ان انا ما اقدمش اي بلاغات رسميه بالمعلومات اللي عندي. اه سيادتك قدمتي بلاغ رسمي ليا فعلا، واللي اتقال القيادات سمعته، وشفنا ان من مصلحه التحقيق ومن مصلحه العداله ومن مصلحه البلد كلها ان احنا ما نتكلمش في الموضوع ده دلوقتي، نخلص من اللي عندنا الاول بعد كده نشوف. سيادتك الكلام اللي انت قلته لنا ده هيفيدنا في التحقيق جدا، هيفهمنا ايه الدوافع اللي عند الناس دي، ليه الناس دي بتموت. ماشي يا طارق بيه، انا موافقه بس بشرط قضيه الصياد اعرف التطورات اللي بتحصل فيها اول باول. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ هو انا مش رافعه قضيه على جهه التحقيق. اه صح، اسف نسيت. ماشي، وجهه التحقيق فاتحه لك دراعاتها طالما هتلتزمي بالسريه وتضمني ان الكلام ده ما يتنشرش في الصحافه. لا، لان ال 12 من الصحفيه كان من مصدر من جوه من عندكم الجهاز، وانا ما اقدرش اجبرها على عدم النشر الا لو صدر حكم قضائي بده، ولا انت كمان تقدر تجبرها على كده. ايوه بس لو كنت كلمتيها بشكل ودي يعني. طارق بيه، الموضوع اللي هيتنشر ما فيهوش التفاصيل الاخيره. ماشي. المتخصص اللي عايز يشوفك جاي في الطريق. دقيقتين ثلاثة وعذابك يخلص.
معلش، اللي حصل ده كان لازم يحصل. هي دي الأصول. شريف عباس كان في حمايتي، ولما تحصل له حاجة أبقى فشلت. أصل الحماية دي هي أساس مهنتي، بحمي الأسرار، بحمي الناس. يعني لما واحدة ولا واحد تبعي يتعرض لأذى، يبقى لازم أشوف الإيد اللي اتمدت وبوظت النظام وأقطعها عشان تبقى عبرة. ولأن الدنيا دوارة والواحد مش عارف نهايته هتبقى إزاي ولا على إيد مين، أحب أديك فرصة إنك تقاوم. تموت وأنت واقف على رجليك بتفلفص. من الآخر إحنا ولاد كار واحد، واللي جاي دلوقتي مهما كان غريم وكما تدين تدان. أنا بقى أحب لما تيجي نهايتي أموت وأنا واقف على رجلي بفلفص. لا الحمد لله على السلامة سعادة الملك. محتاجين مساعدتك. اتكلم. ما انا بقول لسعادتك محتاجين مساعدتك. هو فين؟ جو. ايه ده؟ مش كتير كده؟ بيقتل في زمايلك يمين وشمال، عايز نعمل له ايه؟ امده على رجله؟ هسيبك خمسه معاه. جمد قلبك يا باشا. ايه؟ اصحى فوق. اللي انت فيه ده عايزه يستمر قد ايه؟ مش عايز تروح؟ انت بتتكلم؟ قول الحقيقه. قول وانا هصدقك، اي حاجه هتقولها هصدقك. متاكد ان اي حاجه هتقولها مش هيبقى ليها تاثير عليك. طول ما انا موجود يا طحان ما تفكرش ولا تاخد قرار. تحت امرك يا باشا. أنا عايز أعرف بس شوية معلومات بسيطة. اخلص! اخلص وخلص نفسك. مين زباينك؟ ها؟ تجيب السلاح منين؟ تديه لمين؟ مين اللي بيساعدك في البلد؟ تدفع له كام؟